السلام عليكم ومرحبا بكم على فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم بعض الاكل الصيني ديال ستريت فود. اول حاجه هاد المدينه هادي معروفه بالسيفود بزاف. حاجه غادي نجربوها نشوفوا هاد الشيء كيفاش غادي يكون. دابا حنا كنخلصوا الثمن ديالها جات ب 45. لو شي الثمن ديالها جات 45 رمبي باش كاينه ثلاثه وغادي نجربوهم ونشوفوا كيفاش دايرين. واو اتس فيري نايس. نو نو نايس سبايسي ارو اتس فيري نايس. واو اتس نايس. اول حاجه جربناها الصراحه زوينه كتعجبني بزاف لذيذه. واو ما كرهتش ناكل بزاف. دابا سينا من اول حاجه جربناها هي الحبار صراحه زوين بزاف ولذيذ وكيعجبني بزاف في هذه المدينه. ديما فاش كنجي لهذه المدينه كناكلو. الطريقه باش كيصاوبوه طريقه زوينه. دابا غادي نمشيو ان شاء الله ونجربوا حاجه اخرى. خليكم معنا في الفيديو، ما تنساوناش بلايك وسبسكرايب. خلصنا 30 ريمبي وغادي نجربوا هاد الجوج دابا ان شاء الله ونشوفوا كي دايرين. انتما شنو كيبيعوا هنايا؟ الطريقه باش كيطيبوها كيحطوها على العافيه وكيديروا فوق منها شويه ديال بحال الشعريه وشويه ديال الثومه وكيحطوها فوق العافيه حتى كطيب. هذه كتعجبني بزاف وغادي نجربها نشوف كي دايره. انتما راه كيبيعوا هنايا بزاف ديال الباربيكيو، بزاف ديال الباربيكيو عندهم هنا. انتما الريوز ديال الدجاج كيبيعوا حتى الريوز ديال الدجاج بزاف هنا. الرجلين بلاصة هنايا كبيرة بزاف، فيها بزاف ديال الريستورات، أي حاجة بغيتيها كتاكل هنايا. الناس بزاف كيجيو لهاد البلاصة. اللي جا للصين يحاول يقلب على ستريت فود ويجربوا، راه زوين بزاف كنصحكم بها. وبالنسبة للأثمنة فهي كتختلف على أي حاجة بغيتيها. هادشي كيبان ما نقيش بزاف هانتوما ولكن لذيذ. راك عارف الحاجة ديما اللي ما نقياش كتكون لذيذة. دابا غادي ناكلوا أول حاجة ونجربوها نشوفوا كي دايرة. بسم الله بسم الله بسم الله. خاصك اول حاجه تميكسي هادشي شي شويه ومن بعد فاش كتميكسي باش تميكسي المذاق. جربوا اول حاجه بسم الله. واو زوينه، المذاق ديالها الصراحه زوين بزاف. نجربوا دابا هذه، نهزوا هذه بسم الله. هادي احسن من هادي. دابا غادي نجربوها هاد الشام شويه ونشوفوا شوفوا هاد الشرام كي داير. خصنا نحلو هادشي نحيدو له الجاكيطه بعدا. اوكي زوين المذاق زوين. هنا معطلين شي شويه وبزاف ديال لي ريستو اللي زوينين هنايا سادين كيسدوا بكري شي شويه على حساب البرد، ولكن اهم حاجه واحسن حاجه جربناها ها المذاق صراحه زوين. شوفوا هذه كي دايره، دايره لها شكل ديال القرعه في البلاستيك وفيها الطبيله لداخل. كاين هنا لي ريستو زوينين ديال كوريا ديال اليابان.